أعزائي، قيل لحكيم: أي الرجال أفضل؟ قال: الذي إذا حاورته وجدته عليما، وإذا أخبرته وجدته حكيما، وإذا غضب كان حليما، وإذا ظفر كان كريما، وإذا وعد وفى وإن كان الوعد عظيما. أعظم وأجمل الأوقات هي الأوقات اللي نلقاكم فيها في برنامجكم مع الأسرة. حياكم الله. أهلا وسهلا فيكم، وإحنا في بركات هذا الشهر الفضيل، نتأمل أنكم تقضوا معنا وقت ممتع. ومع أول فقرة، أعزائي المشاهدين، حوارنا اليوم عن الأسرة الكويتية، موضوع هام جدا في كثير من الجدية، خاصة ونحن نبني أنفسنا من جديد. ولو عدنا إلى الوراء قليلا سنجد أن يوم الغزو المشؤوم قد كشف أمرا خطيرا مضمونة، أن الحياة الطبيعية للأسرة الكويتية توصف للأسف بأنها مبعثرة بصورة غير صحيحة. فالأب كان في لندن والأم كانت في القاهرة، والأبناء الصغار بمفردهم مع الجدة في الكويت، والابن الأكبر ربما مع أصدقائه في أسبانيا. وطل صباح الخميس سيء الذكر، ولا أحد يعرف عن الآخر شيئا، لأن شريان الحياة للجميع قد انقطع بغزو الكويت. وإذا كان الغزو المفاجئ قد أوضح لنا أحد العيوب داخل الأسرة الواحدة، أننا نعيش بلا مخطط موحد. ولو سلمنا بأن الحياة العملية تفرض سفر الأب وأحيانا الأم أثناء السنة في عمل، فهل تكون القاعدة أيضا انفصال برامجهم في الإجازات وخلال فصل الصيف؟ أعزائي، إننا نود أن ننشر فكرا جديدا يدعو إلى الترابط وتوحيد البرامج ولو في فصل الصيف أضعف الإيمان، لأسباب كثيرة، ليس فقط للم شمل الأسرة، وإنما لخلق الفرصة للترابط وتوحيد الجسور التي كثيرا ما ضعفت أمام زحام الحياة، لتقطع شريان الود والذوبان بين أفراد الأسرة الواحدة. وقد يقول البعض أن هذا القول مردود عليه، لأن اختلاف الأعمار داخل الأسرة يجعل كل فرد من أفرادها يبحث عن رفقاء من نفس العمر والاتجاه، وهنا يخلق كل فرد لنفسه عالم من الأصدقاء، ليصبح الأخوة والآباء مجرد معارف أو جيران في فندق عام، وهنا يكمن خطر تفكك الأسرة. وإذا سلمنا جدلا بأن كل إنسان يستريح مع من هم في عمره، فنقول ليكن هذا في بعض الوقت وليس كل الوقت، ولتظل الأولوية للأخوة والأخوات، فإن فارق السن سوف يذوب بأشياء أكبر وأسمى، وهي العلاقة الأسرية الحميمة. طبعا مثل ما قلنا، ما ننكر أن للحياة ظروف تستوجب أن يذهب الأب لإنجاز عمل في بلد ما، أو أن تذهب الأم لحضور مؤتمر، أو حتى للراحة، ولكن ليس كل الوقت، فليكن لبعض الوقت فقط. أعزائي، لن نذكركم بأهمية ترابطنا داخل أسرنا الصغيرة وداخل الأسرة الكبيرة وهي المجتمع، لأننا جميعا على يقين وإيمان بأننا بدون الترابط نصبح شعب كالخيال لا تلمس إنجازاته وأدواره، وهذا ما لا نريده. في العام استقبلنا شهر رمضان وسط حطام، حطام اسمه الكويت، وبعد عام آخر نستقبل الكويت في حالة أخرى وبرمضان آخر. ماذا عن مشاعر الأمس ومشاعر هذه النعمة التي نحياها في رمضان حاليا؟ عزيزي المشاهد، يسعدنا أن نلتقي بالأخت خولة العتيجي، عضوة
اللجنة النسائية في جمعية الإصلاح الاجتماعي ورئيسة العلاقات العامة. أهلا وسهلا فيك يا أخت مهند مرة أخرى. يا هلا أختي. مثل ما قلت عن المشاعر اللي بين الفترتين، يا ريت تعطينا إياها بلورة أخرى. ما دمنا نتحدث عن رمضانين، نعم. فمثل ما يقال إن شاء الله كفارة لما بينهما لجميع أهل الكويت، وإن شاء الله ما لم يعني كلمة حطام كلمة قوية جدا. نعم بالفعل. أهم شيء إن ما تحطمت النفوس، الحمد لله. الحطام المادي ممكن إصلاحه بإرادة الشعب، والحمد لله يعني أصلح بإرادة أهل الكويت، وما دام ما في حطام نفسي فالحمد لله. يعني طبعا هذا كلام مو علمي، فيه يعني ناس تضرروا نفسيا، ولكن الحمد لله يعني خرجنا من هذه الأزمة أصلب وأقوى، واتسعت مداركنا لأشياء كثيرة لم نكن يعني نحس إنها موجودة فينا من قبل. رمضان الفائت كان في التحرير، يعني حصل التحرير وجاء رمضان، أكثرنا أهل داخل الكويت، خرجوا لنا أهلنا من الكويت، دخلنا إحنا الكويت، شفناها. كانت كويت حزينة، حزنا لما رأيناه في من خراب ودمار قام بها المعتدي الأثيم. ولكن في هذا رمضان، يعني حتى بعد رمضان بفترة طويلة، كان في إحساس بالكآبة، بالحزن الشديد، إحساس بالفقد لما يعني كانت الكويت نور وزهرة وجوهرة، وكل ما نستطيع أن نقول أو نضفي عليها من كلمات الحب، ولكنها دخلناها بشكل آخر أو وجدناها بشكل آخر. ولكن بالرغم من كل شيء حمدنا الله، يعني وكنا مستعدين نوجد بها حتى وهي مثل ما قلتي حطام. في هذا الرمضان أعتقد أنه راح يكون، أنا أعتقد أنه لابد أن يكون رمضان الحمد ورمضان الشكر، أن كلنا موجودين في الكويت، وأن الله سبحانه وتعالى أنعم علينا بنعم كثيرة لم ينعمها على أي شعب في العالم. وهذا يركز، أو لابد أن نؤكد ونركز على عطاء أهل الكويت. يعني إحنا أنقذنا، الله سبحانه وتعالى أنقذنا بعطائنا، ويعني وأعطانا الكثير بسبب عطائنا. يعني أعطي تعطى، نعم. أنفق ينفق عليك يا ابن آدم، نعم. في حديث الرسول يقول يا ابن آدم أنفق ينفق عليك، وأنفقنا وأنفق الله علينا رحمة، والحمد لله عادت الكويت كما كانت. فهذا الرمضان أعتقد أنه في بهجة أكثر، خصوصا أنه يأتي بعد التحرير، ويأتي بعد يعني إحنا لا نريد أن ننسى الأسرى، يعني لا زالت في القلوب غصة. ولكن مهما يكون يعني إن شاء الله يعني يكون الله معاهم ويرحمهم برحمته، ولكن لا يمنع هذا من إحساسنا بأن رمضان يأتي وإحنا في بيوتنا وفي وطننا وفي بلدنا. يعني هالمشاعر الطيبة اللي هذا المسجد اللي أنا أصلي فيه كل رمضانية برجع له، أنا الآن أحس هذا الشعور، أحس أني بمشي مع جاراتي مثلا رايحة المسجد وراجعة من المسجد بعد صلاة التراويح أو بعد صلاة القيام. فهذه كلها أشياء بسيطة، ويعني تدخل السرور على نفس الكويتي اللي متعود عليها من سنين، واللي كان يعني ما يفكر إنها يفقدها. فقدناها يعني في رمضان الفائت، كنا نذهب إلى المساجد لنصلي في لما كنا في دبي، ولكن ونجد مسلمين ونجد صائمين ونجد قلوب مفتوحة، ولكنها تختلف عن هذه أو عن الشعور الجديد اللي راح نشعره في هذا الرمضان. فلذلك يجب أن تكثف في هذا الشهر مبادئ ومعاني الشكر والحمد عند الناس في الكويت، ويجب أن يسمى هذا الشهر شهر الحمد إن شاء الله. بإذن الله. أم مهند، مثل ما قلتي أن هذا الشهر يجب أن يكثف للحمد، فأيضا قد تكون في وسائل وأساليب للجيل الجديد بحيث نجعله يقفز على حالات اليأس والألم اللي ثابتة إن شاء الله. يعني هذا المطلوب منا، إحنا كشعب يمتلك من العلم الشيء الكثير، والحمد لله الله أنعم علينا بالشيء الكثير. فهذا لأبنائنا الصغار، لابد أن نركز في أنفسهم أول شيء مبادئ العدل،
نعم. يعني نبتدي إحنا مناهج جديدة في تربية في التربية والتعليم. يمكن يعني ناس الآن يطالبون بالتربية الوطنية، إعادة التربية الوطنية، أو دعيني أقول إن شاء الله نخليها التربية الإسلامية. نعم. اللي موجود فيها كل هالأشياء. الإنسان المسلم إذا ما تربى، أو الإنسان المسلم مضمون الولاء لأرضه ولدينه ولمبادئه ولمبادئ العدل. نعلم عدم الظلم، نعلمهم أن الظلم ظلمات، وإحنا أحسسنا بهذا الظلم وأحسسنا بوقع هذا الظلم علينا، فلا يجب أن نظلم مرة أخرى. نضع الناس الآن اللي راح نحكم عليهم أو نظلمهم في المستقبل في كل تصرف في حياتنا أن إحنا ظلمنا، فشوفي إحساس الإنسان المظلوم، كيف أحسسنا إحنا بالظلم، فلا بد أن يحس هذا الإنسان. وبعدين خصوصا أن ليس بين دعوة المظلوم وبين الله حجاب، فلا نريد أن يدعى علينا، فنركز في أنفس أطفالنا مبادئ العدل وعدم الظلم والمبادئ الإسلامية اللي تربي الشخصية الإسلامية، تربيها على مبادئ أو على أخلاقيات وسلوكيات معينة نركزها فيها، حب الوطن، حب يعني الناس، التكافل، المساعدة، هذه كلها أشياء لابد أن نربيها أو نفتح لها أو نجعل لها مناهج، يعني لا نجعلها من خلال مناهج معينة، يعني من خلال منهج الدين أو من خلال منهج العربي أنا أعطي هذه الأشياء، لا، لابد أن أكثفها، وهذا ولابد أن تقع هذه المسؤولية على يعني أكتاف وزارة التربية في المدارس ووسائل الإعلام. صحيح. ووسائل الإعلام من تلفزيون وإذاعة وهذا، علشان نخرج شعب متحضر، شعب يعني لا يظلم ولا إن شاء الله ولا يظلم هذه طبعا. فنركز بعدين نبين لهم أهمية الدعاء، كيف أنقذنا بالدعاء وكيف حمان الله سبحانه وتعالى بالدعاء، ونبين أهمية الدعاء في للإنسان مهما كان ضعيف الإنسان، مهما كان مظلوم، له الله، الله موجود سبحانه وتعالى يدعوه أي وقت إن شاء. يقال القضاء والدعاء والقضاء يتصارعان، يعني صحيح. يكون الإنسان الله كاتب عليه شيء وهو يدعو فالدعاء يصرف عنه. نعم. هذا الشيء. نعم. فهذه كلها مبادئ لابد أن نعود عليها أبنائنا، نعودهم ونعلمهم أن احنا عايشين، احنا جزء من هذا العالم، وأن هذا العالم وقف معانا، فلا بد ان احنا ندخل في هذه المنظومة العالمية ونخلي هذه الإقليمية اللي كانت موجودة بكثرة عندنا في السابق، ويمكن الآن تركزت أكثر، كانت إقليمية الآن صارت بس يعني ندعى أن مثلا يأشروا لشن أطلنا الكلام، فيعني خلينا احنا عايشين في هذا العالم ونشوف ما نأخذ من هذا العالم المبادئ، المبادئ الحق والعدل، المبادئ الطيبة، ونترك ما يعني لا يفيدنا. أشياء كثيرة يعني ما أدري، لا أستطيع أن أتوقف، ولكن يكفي أن يعني هذه أشياء ممكن أن نعلم أبنائنا أو نفرد لها مناهج خاصة بإذن الله. أم مهند إن شاء الله راح تكون لنا معاك وقفة أخرى، وشاكرين لك جدا هذا اللقاء. يا أهلا وسهلا فيك. مشكورة. مع المبادرة الجادة من برنامج مع الأسرة بمحو الأمية القانونية لدى الأسرة، يسعدنا أن نلتقي بالمحامية سارة دعيج. أعزائي المشاهدين، حان الآن موعد وقفتنا القانونية مع المحامية سارة دعيج. يا هلا فيك أختي سارة. أهلا وسهلا. توسعين صدرك شوية علينا لأن أسئلتنا وايدة. سؤالنا اليوم عن هل يحق للزوج أنه يطلب الطلاق؟ يعني عادة معروف أن الشرع عطى الزوج حق أنه يطلق متى ما يعني مو يعني عند الحق، لكن هل ممكن هو يرفع أمره للقضاء والقاضي هو اللي يطلق؟ نعم، هذا ما يعرف باسم التفريق للضرر.
تفريق للضرر. التفريق للضرر. نعم. فالشائع عند الناس والمعروف عند الجمهور أن ما لحق ما في أحد لحق أن يرفع أمره لطلب التفريق للضرر أو طلب طلاق للضرر إلا الزوجة. صراحة هل نعرف على أساس أن الزوج على أساس أن الزوج لحق الطلاق؟ نعم. فمتى ما شاف أن الحياة الزوجية هذه ما هي حققت له اللي الحياة اللي هو كان في باله أو ساعدته أو مو مرتاح منها أو فلا حق أن يلقي اليمين في أي لحظة أو في أي وقت يشاء. نعم. إنما الزوجة ما لها الحق، فتضطر إذا تضررت من الزواج أنها ترفع أمرها للقاضي. نعم. وتطلب التفريق للضرر. لكن المشرع رأى أن في بعض الأوقات يكون الضرر من جانب الزوجة. نعم. فيضطر الزوج أنه يا إما يسكت على مضض ويستمر في الحياة الزوجية على التعب، يا إما أنه يطلقها يلقي اليمين، وطبعا إلقاء اليمين يغرمه، راح يغرم الزوج. نعم. على أساس أنه يدفع لها مثلا معجل المهر، باقي نفقة المتعة، نفقة العدة، نفقة الأولاد هذه طبعا راح يدفعها سواء طلقها أو ما طلقها متى ما أثبتت الزوجة أنه ما ينفق عليها. لكن طبعا التبعات اللي بالإضافة إلى خسارة الزوجية نفسها، يعني نعم. هو شدنبه إذا تزوج واحدة مشاكسة مثلا واضطر أنه يطلقها ويخسر زواجها ويعتبر أنه مطلق وذي والسبب منها. نعم. فالقانون رقم 51 لسنة 84 حق جاز للزوج إذا تضرر من الحياة الزوجية وما يريد يغرم فيها بيطلق الزوجة بدون أن يغرم، أن يرفع دعوة يغرم يعني بدون أي أعباء مادية، يعني يغرم نقود بسبب الزوجة. لأنه متى رمى يمين الطلاق عليها راح يضطر، راح ترفع دعوة نفقة العدة. نعم. نفقة المتعة ومعجل المهر إذا كان ما دفع لها، مؤجل المهر إذا كان ما دفع لها. نعم. بالإضافة إلى الخسارات طبعا الثانية اللي تتبع الأشياء هذه، خسارة سمعته، خسارة على أساس أنه يقولون أنت، لأن إحنا طبعا الشرقيين دائما نقول مثلا الزوج ما عجبته الزوجة راح هذا عشان الزوج واحدة ثانية، فعشان هذا كله إذا أثبت ضررها يحق للقاضي إنه يفرق بينهم بدون ما يدفع أي نفقة، يفرقهم الزوج بدون ما يدفع أي نفقة ثانية، ما يخسر أي شيء. حلو. اختصارة في موضوع اللي هو بيت الطاعة، وايد نسمع عن بيت الطاعة، شنو هو وشنو شروطه؟ أي بيت الطاعة يعني وايد، يعني ما تقصرت يعني الأفلام العربية عطت الناس فكرة أو عطت هذا على أساس أن بيت الطاعة ما هو إلا سجن للزوجة. نعم. وطبعا وهذا طبعا عكس الموجود في الشرع. إحنا شيء طبعا البيت الطاعة هو بيت الشرعي. نعم. البيت الشرعي هو بيت الطاعة. شنو هو وشنو شروطه؟ البيت الشرعي هو مثلا إذا الزوج رفع دعوة طاعة للزوجة مثلا طلعت عن طاعته، فيرفع دعوة على أساس يرجعها بيت الطاعة، فتيجي الزوجة تقول مثلا إنه هو كذا وإنه ما حطني في البيت مو مريحني، حاطني مع أهله، حاطني مع الضرة الثانية، زوجة الثانية حاطني هذا. فإمتى أثبت الزوج أن البيت اللي عدى لها بيت شرعي؟ شنو هو شروط البيت هذا البيت الشرعي؟ هو مرادف بيت الطاعة. نعم. شروط البيت الشرعي إنه يكون طبعا بيت بين جيران، بين جيران صالحين. نعم. ما يكون بعيد عن العمران. نعم. يكون في مستوفي فيه جميع الأغراض اللي تحتاج لها الزوجة. نعم. كأدوات وكمثلا إحنا عندنا مثلا في أشياء الحين في العصر الحاضر ما كانت تعتبر أشياء كمالية الحين أصبحت ضرورية، كالغسالة، أشياء ثانية يعني الفراش، الشغلات، الثلاجة متى ما استوفت. وطبعا هذا ما يثبت إلا لما تكشف عليه المحكمة. نعم. إذا أثبت، إذا عد البيت الزوجية يحق المحكمة ويطلع سكرتير الجلسة يكشف على البيت. فإذا أثبت أن في جميع الأقراض اللي تستوفى أن تعيش فيها زوجة من أمثالها مثلا. نعم. ساكنة القصور ما تطلب مثلا يسكنها في بيت مثلا في ملاحق أو عشيش أو شغلات هذه. نعم. ما أثبت أن عد لها البيت اللي تسكن فيه هي وأمثالها. نعم. يحكم لها القاضي بالطاعة. الأفلام مثل ما قلت صورت لنا أن البيت الطاعة مرتبط بالشرطة وطقون الباب ويرون المرأة والشرطة يومها وفضيحة عشان تروح بيت الطاعة، تنفيذ حكم الطاعة. إذا صدر طبعا الحكم
الطاعة للزوج. طبعا ما الحكم بدون تنفيذ يعني الواحد ما له أي قيمة. أكيد. فطبعا لازم تبتدي إجراءات تنفيذة اللي هو بالإعلان، ثم عقب ما تعلن الزوجة فيه يحول إلى قسم التنفيذ أو بالذات قسم التنفيذ الشخصي في إدارة التنفيذ. نعم. فينادون الزوجة علشان طبعا علشان يعرفون أنها وصلها الحكم وخذت خبر فيه وأنها ما تبي تنفذه، فطبعا لازم يكون هذا أمام مأمور التنفيذ. نعم. أو مأمورة التنفيذ، فينادونها بإخطار. نعم. بداية تنفيذ حكم الطاعة اللي هو الحين اللي إحنا في مخيلتنا أنه راح يجيبوا لها شرطة ويرونها لا هو فقط بإخطار يدزونه على يد محضر. أنه يطق الباب وهاج هذا إخطار أنه صدر ضدش حكم الطاعة إذا ما وتعالي إدارة التنفيذ على أساس تنفيذه. إذا يت مثلا أو رفضت أنها تيجي، إذا رفضت أنها تيجي يدزون لها ضبط وإحضار. ضبط وإحضار على من بالشرطة باتصال بالمخفر اللي موجود في بيت الزوجة اللي بيت أو أهل الزوجة اللي موجودة فيه. فإذا يت وهذا الشرطة طبعا مو يكلها من شعرها ويحط لها في كلبشة وكذي، مجرد ما يقولها إنك أنت مطلوبة في إدارة التنفيذ اليوم الفلاني الساعة كذا فقط. فإذا كانت إذا يت من نفسها وبرضاها خلاص، إذا ما يت يقولوا لها تعالي المخفر. على أساس هم يودونها يسلمونها للتنفيذ هناك وهم ينفذون لها. فإذا يت الزوجة وحضر الزوج حضرت الزوجة حضرت الزوج يطلبون منها تنفيذ حكم الطاعة، إذا قبلت خلاص انت راحت فيها. راحت البيت الشرعي اللي صدر فيه. وإذا تغير البيت الشرعي اللي صدر فيه حكم الطاعة وإثبتت الزوجة أن هذا مو البيت اللي شاف المندوب المحكمة وذي ممكن أنها ترفض. نعم. وتثبت هذا بالمحضر أن هي ما مو هذا البيت الشرعي اللي صدر الحكم فيه. نعم. فأمتى ما قالت نعم أنفذ الحكم راحت، وإذا ما ذي خلاص تروح البيت وينتهي كل شيء، والزوج ياخذ صوره من المحضر محضر رفضها المثول في بيت الطاعه ويرفع فيه دعوه لاسقاط نفقته، وهذا ما يعتبر تنشيز الناشز. هذا لنا وقف ان شاء الله. هذا تنشيز الزوجه انها تسقط نفقتها. هذا لنا وقف ان شاء الله. ان شاء الله لنا وقفه عن موضوع النشاز. شاكرين لك اختي ساره، وايضا راح نلتقي فيك مرات ومرات. عزيزي المشاهد، التصاق الطفل بوالديه كثيرا ما يكون مشكلة. ما رأيك ننتقل وياك إلى مركز الرقعي التخصصي ومع الأخت شريفة سيد مسلم الأخصائية الاجتماعية لتجيبنا على هذا السؤال. من أهم المشاكل اللي ظهرت بعد الغزو اللي هو تعلق الطفل في أمه أو أحد الوالدين، يكون هذا نتيجة لأنه فقد أحد الوالدين أو نتيجة للرعب والخوف في فترة الغزو اللي عاشها، فصار يعني تعود هالسلوك أنه يتمسك في أمه أو أحد الوالدين. من أهم الأعراض اللي تظهر على الطفل أن الطفل يصبح قلق جدا ولا يطيق فراق الأم أو الأب، ويبدأ بالصراخ والبكي ويمنعهم من الخروج، ويصبح الطفل نومه مضطرب مو كعادة سابقا مرح ويلعب مع الأطفال، وبعدين يتعلق في الأم ويخاف ويبكي لما يشوف ناس قرب عنه. أعزائي المشاهدين، أهلا فيكم في لقائنا مع الدكتورة بثينة المقهوي. أهلا وسهلا فيك دكتورة بثينة. إحنا عندنا سؤال يتعلق في دور الأم وطريقة حلها لمشكلة التصاق الطفل فيها إذا اعتبرناها مشكلة بعد الأزمة. بالنسبة لهذه المشكلة، إذا كانت كأم شفت أن طفلك بتعلق فيك وقادر يهدك يصارخ لما تطلعين، فأفضل حل أنك أنت تتبعين بعض الخطوات البسيطة. هالخطوات البسيطة وأنت هني تتخذين فيها هذه الإرشادات هي تتبعين دور المعالج، ما تحتاجين حتى توجينا للأخصائية النفسية أو أخصائية اجتماعية، مجرد أنك تتبعين خطوات بسيطة تساعد هذه المشكلة أنها تنحل. فالطفل هني يمكن يكون خايف، يمكن هو متعلق فيك لأنه هو ما يبي يتركك، احتمال فترة الاحتلال هالفترة بغيضة، كان الطفل ملتصق فيك لأنه يخاف من أصوات طلقات الرصاص، يخاف أنه يطلع يشوف الجنود العراقيين، فهذه المواقف مرتبطة فيه. ف
فهو كون يلتصق فيك وخايف من هذه المشكلة. فأول حل إنك أنت تشوفين أسبابها وتحاولين تشرحين له شنو السبب اللي مخوفة إنه دائما ملتصق فيك وبينام معاك وقاعد معاك مو راضي يخليك تروحين خارج البيت، أو حتى لو بتروحين شوية الجمعية وترجعين. فأفضل حل إنك تطمنينه، تهدين من روعة، تسمين عليه، وبعد هذا تقومين تشرحين له إنك أنت تتروحين شوية بس وراح ترجعين، ما راح تتركي له، خاصة أطفال صغار 3 سنوات 5 سنوات ما يفهمون شنو معنى اللي مر فيهم، يعني يكون واضح بالنسبة لهم. بس لو أنت طمنتيهم شوية، هديت من روعهم، بنفس الوقت شرحتي للأسباب. الخطوة الثانية إنك أنت أيضا أثناء لعب مع الأطفال تقعدين معهم وتقومين خلال اللعب، خلال الرسم والتلوين، تخلينه ينفس عن، يعبر عن مشاعر الداخلية وأسباب خوفه. ويمكن تشوفينه حتى يرسم الجنود العراقيين، يرسم طلقات الرصاص، الدبابات اللي ماشية، فهذا كله تنفيس وتعبير عن مخاوف الداخلية راح شوية تهدي. فهذه خطوات بسيطة أنت تتبعينها. لو شفتي أن الطفل شوية بعد زاد عنده هذه الحدة وما استمر في هذا الأعراض، ما رضى وعلى طول يصرخ وعلى طول يبيش تكونين يمه، وحتى أثناء الليل ينام معك بالفراش، في هذه الحالة لو أنت هذه الخطوات ما اتبعتيها معاه ما مشت، فأنت تحولينها إلى معالج نفسي. ذاك الساعة في أكو إرشادات أخرى تساعد الطفل أنه يتخلص من هذه المشكلة. أعزائي المشاهدين، أزمة الكويت لو وضعت في الميزان قطعا هناك أرباح وهناك خسائر. في هذا الموضوع نستضيف الأخت موضي حمد لتكلمنا في هذا الموضوع. يا هلا فيك أختي موضي، رحب فيك مرة ثانية، وحبذا لو تعطينا رأيك في أزمة الكويت، ما هي خسائرنا وما هي أرباحنا في هذا المجال؟ مثل ما قلتي يا أخت فتوح، إن لو وضعنا أزمة الكويت في الميزان سوف نجد قسط من الأرباح ومن الخسائر. الأرباح تتجلى في وضوح أهمية الوطن والأمن والاستقرار الذي افتقدناه خلال الأزمة، وشعرنا بالمثل القائل إن جاز لي التعبير أن الوطن تاج على رؤوس المواطنين لا يرى إلا كل مقهور ولاجئ. فالأزمة برزت لنا غير موضوع التكافل والتواصل والمحبة، أمور هامة يسعدني أن ألخصها بأربع نقاط. أولاً، التصاق الزوج بأسرته وأولاده، فهو دائما يراهم في عينيه وقلبه معلق بحمايتهم وترتيب شؤونهم صغيرة وكبيرة. ثانيا، قيام الزوجة بدورها 100%، فهي التي تقوم على خدمتهم وراحتهم وتقضي كل وقتها مع أطفالها، وهذا ما افتقدناه في السابق. ثالثا، الشباب. الشباب هم المكسب الذي اكتسبناه في هذه الأزمة، فقد انقلبت صورتهم 180% من شاب مترف إلى شاب عامل بكل ما تحوي هذه الكلمة من معنى. رابعا، برزت لدى المجتمع بجميع عناصره تقدير للعمل اليدوي، فظهرت مجموعات مختلفة تقوم بشتى أنواع الأعمال من تصليح سيارات وأدوات كهربائية وأيدي عاملة في جمعيات تعاونية وجمع القمامة. هذه فيما يتعلق بالأرباح. فيما يتعلق بالخسائر فهي واضحة، تتمثل في هدر الأموال بسبب الخراب السرقة والنهب والحرق. أخيرا أقول أن لو واصلنا ما اكتسبنا من أرباح في الأزمة واستمرينا عليها، فإن خسائرنا سوف تتحول إلى أرباح. بمعنى أنه يجب على الزوجة أن تواصل مسيرتها بالحفاظ على أسرتها
والاهتمام بشؤون أطفالها، قضاء معظم وقتها مع أولادها، تنمية مواهبهم، مساعدتهم على القراءة، محاولة إزالة الآثار النفسية التي سببها الغزو، حتى يمكن أن يكونوا مواطنين أسوياء وذوي شخصية متميزة. فيما يتعلق بالأب، يجب أن يرتب أموره بحيث يجعل الزوجة والأولاد في مقدمة أولوياته. حلو. ثالثا الشباب، الشباب يجب أن ينظرون إلى العمل اليدوي نظرة فيها كل الاحترام. في هذه الحالة سوف تتحول خسائرنا إلى أرباح. أعزائي المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم. يسرنا أن نلتقي وياكم بالسيد فرحان دوقيان، الصحفي والكاتب ورئيس تحرير مجلة عرب، أول مجلة صدرت بعد التحرير. أهلا وسهلا فيك دوقيان. حياتي الله. هذا لقاء ثاني طبعا من خلال برنامج الأسرة. موضوعنا اللي بنتكلم فيه وراح نركز عليه اللي هو إلقاء الضوء على دور الإعلام، وبالذات في المرحلة الحالية من عمر الكويت. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. عفوا تفضلي. بحدد بس السؤال. نعم. أخ فرحان، تعتقد أن الإعلام الكويتي واكب المرحلة اللي نمر فيها؟ والله في الحقيقة أخت فاطمة، قبل أن نتحدث عن مواكبة الإعلام الكويتي للمرحلة اللي احنا قاعد نمر فيها وتبنيها الكثير من القضايا، يجب أن نعرف حقيقة مهمة جدا، وهي أن الإعلام الكويتي حال حال أي قطاع من القطاعات العامة في البلاد تعرض لتدمير ونهب وسرقة تقريبا عدد كبير من إمكانياته وأجهزته الفنية وغيره. ولكن مع هذا ولله الحمد أرى أن الإعلام الكويتي حاليا قادر وبقوة على عودة نشاطه من جديد وتبني لقضايا عديدة. ولذلك أجد أن الأخوة والأخوة عموما بشكل عام، سواء كانوا في الصحافة أو التلفزيون أو الإذاعة، بفضل الله سبحانه وتعالى والقائمين عليه، قدموا كل ما لديهم ولله الحمد يعني موفقين. يعني تعتقد بإيجابية الدور اللي يقوم فيه الإعلام الكويتي؟ نعم. طيب في اعتقادك نقدر نلقي كلمة كلام جرايد لما نقولها بين قوسين؟ والله شوف الحقيقة أخت فاطمة، لا يمكن إلغاء الكلمة هذه على اعتبار أنها يعني عالقة في الأذهان. إنما كوني على ثقة، أنا واثق تماما كإعلامي أن الإعلام الكويتي يتمتع بثقة كبيرة جدا داخل وخارج الكويت، وتنقل عنا أخبار ومصدر ثقة فعلا. يعني هذا ثبت عقب يعني تجربة طويلة أنه فعلا مصدر ثقة. فكلام جرائد هذه كلمة عالقة في الأذهان، إنما مو حقيقة طبعا، ما تنطبق علينا يعني، ما أعتقد يعني في أغلب الأحيان. طيب أخ فرحان لوقيان، ودنا نعرف رأيك بالنسبة عن حقيقة التضليل الإعلامي اللي يقوم فيه النظام العراقي ونجاحه في هذا المضمار. لا شك أن النظام العراقي نظام فاقد للحقيقة، ولا توجد عنده معلومة حقيقية يستطيع بها أو من خلالها أن يخاطب عقول قراءه وكل من يتأثر فيه. لذلك فهو يلجأ إلى تذييف الحقائق والإدعاءات الباطلة، ولكن القارئ الكويتي والخليجي والعربي عموما يجب أن يحمي نفسه من هذه الإدعاءات وهذه الأقاويل. وإحنا كإعلاميين يجب أيضا أن نقدم له المعلومة الحقيقية حول أي قضية يثيرها النظام العراقي. فبالتالي دائما الزيف والافتراء والتضليل هي أساليب وسلاح الضعيف. طبعا أكو مقولة تقول أن أنت تقدر تقش أو تخدع. نعم. بعض الناس. نعم. بعض الوقت. نعم. لكن ما تقدر تخدع كل الناس كل الوقت في كل الوقت. نعم. نتأمل أن هذه المقولة بالفعل منطبقة. نعم. وتعززها دور الإعلام
بأجهزة المختلفة المقروءة والمرئية والمسموعة. نعم. وكونك إنسان مخضرم في هذا المجال. نعم. نشكر لك جدا هذه المعلومات، ونتأمل أن نلتقي معك مرة أخرى على دروب الخير بإذن الله. شكرا أخت فاطمة، ونطلب من الله سبحانه وتعالى أن يعود إلينا بأسرانا ومفقودينا لتعم الفرحة بمناسبة الذكرى الأولى للتحرير، وتعود البسمة إلى الكويت من جديد إن شاء الله. شكرا أخت فاطمة. يا هلا وسهلا فيك. أعزائي المشاهدين، كانت هذه آخر فقرة، نتأمل أنكم استمتعتوا ويانا، ونتأمل أيضا أن احنا نلقاكم دائما على خير. أعزائي، يقولون أن الإنسان هو المخلوق الوحيد الذي يولد باكيا ويعيش شاكيا، أما البكاء فهذا ما لنا عليها، لأن البكاء نعمة أحيانا لأن فيها تنفيس عن النفس. أما الشكوى، لا تنسون أن الشكوى لغير الله مذلة. أبعدنا الله عن الشكوى حتى نلقاكم. مع السلامة، تصبحون على خير.